السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للعاشر من شهر نوفمبر لعام 2019. على الله توكلنا ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي عنونت جلالة الملك المفدى أيده الله يعود للوطن بعد زيارته لمصر، القبض على عناصر كانت تنوي تنفيذ أعمال تخل بالأمن، وإلى صحيفة الأيام والتي أبرزت الجلاهمة مكتب للمستثمرين بالقطاع الصحي في أبراج الخير، تشريع نيابي إلغاء سرية اجتماعات اللجان، ومع صحيفة أخبار الخليج والتي أدرجت في الصفحة الأولى مؤتمر مايو كلينيك البحرين لأمراض القلب يختتم أعماله بنجاح كبير، 2200 وظيفة في معرض التوظيف في شهر ديسمبر القادم، مطالبة نيابية بإجراء فحص طبي إلزامي لخدم المنازل لدى وصولهم إلى المطار. وإلى صحيفة الوطن والتي عنونت وزير العدل نرسخ لأجيالنا المقبلة دعائم مجتمع يروم الوحدة بقيادة الملك أيده الله، البحرين ضمن العشرة الأفضل في الإصلاحات، 11 حالة وفاة خلال الشهر بسبب حوادث مرورية وغرق وشبهات جنائية، الشاحنات المخالفة تتلف شارع مدخل المعامير. البداية اليوم مشاهدين ستكون مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت على صفحتها الأولى خبر القبض على عناصر مرتبطة بإرهابيين موجودين بالخارج، حيث صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إنه تم القبض على عدد من العناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة، وبدورها باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم. هذا وكتب الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان الحوادث المرورية الوعي أولا، إليكم تفاصيل هذا المقال. في عام 2014 ذكرت دراسة بحثية لجامعة ميشيغان الأمريكية أن مملكة البحرين جاءت في الترتيب الرابع عالمياً لحالات الوفيات نتيجة حوادث ومصادمات الطرق، على الرغم من أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة 190 عالمياً من حيث الوفيات نتيجة لكل أسباب الوفاة. لا شك أن الترتيب العالمي لمملكة البحرين في حوادث الوفاة المرورية في ذلك العام جعلها تعمل بكل ما تستطيع من قدرات وإمكانيات للسعي لمواجهة هذا التحدي المهم، الأمر الذي جعلها الأقل خليجياً بعد سنوات قليلة في حوادث الوفاة المرورية. في مارس الماضي أعلن مدير عام الإدارة العامة للمرور انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في مملكة البحرين نحو 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ إن حوادث الوفاة انخفضت ل 30% وعدد الوفيات انخفض إلى 38%، بينما شهدت إصابات السواق انخفاضاً أكبر بنسبة 41% وبين الركاب بنسبة 51%. إنما يؤلم الناس وكذلك يؤلم رجال المرور الأفاضل وقوع حوادث مرورية مروعة وحالات وفاة وإصابات بليغة وإن كانت بنسبة أقل من الأعوام الماضية، ولكنها في نهاية المطاف حوادث مؤلمة تحمل أخباراً مفجعة. بالتأكيد إن تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث هي مسؤولية مجتمعية مشتركة،
وبالتأكيد كذلك أن وعي السائقين بالدرجة الأولى هو من أبرز أسباب السلامة المرورية، ولكن في ظل زيادة عدد المركبات وفي ظل تباين الثقافة المرورية لدى السائقين من مختلف الجنسيات، فقد بات الأمر بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية من السواق والمشاة أولاً. في مبادرة نوعية لافتة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن بلدية المنطقة الجنوبية قامت بتجهيز حديقة خليفة الكبرى بالرفاع بألعاب حديثة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، وذلك لتلبية متطلباتهم الترفيهية في الحدائق والمرافق العامة أسوة بأقرانهم من أفراد المجتمع. ننتقل مشاهدينا إلى صحيفة الوطن، حيث أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة خلال زيارة تفقدية إلى عدد من المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى الترميم في الرفاع ومدينة عيسى أنه تم الانتهاء من 64 منزلا ضمن المشروع، ويجري العمل حاليا في 85 منزلا ضمن الطلبات المرفوعة من المجالس البلدية لعام 2019 في المحافظات الأربع. ومن الصفحة الرياضية نقرأ حوارا خاصا لصحيفة الوطن لرئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى محمد عبد اللطيف بن جلال، حيث أعلن أن الاتحاد بصدد افتتاح مدرسة باسم سمو الشيخ فيصل بن خالد للموهوبين في ألعاب القوى، إضافة إلى إنشاء ملعب دولي متكامل في عام 2020 بتكلفة 3 ملايين دينار. نظمت المحافظة الشمالية تحت رعاية عالي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الحملة البيئية التطوعية لتنظيف الساحل الشمالي بمدينة سلمان، وقد شارك في الحملة ما يزيد عن 120 متطوعا، وتم إزالة وتدوير 3 أضنان من المخلفات. من صحيفة البلاد نقرأ مشاهدينا أن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال لعام 2019 ستبدأ اليوم على أرض مملكة البحرين، حيث تعتبر أكبر حدث في قارة آسيا لرياضة فنون القتال المختلطة، والذي ينظمه الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع منظمة بريف والاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في الفترة من 10 وحتى 16 من شهر نوفمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية. كتبت الكاتبة سمر الأبيوكي مقالا في صحيفة البلاد بعنوان البحرين أولا وأخيرا، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. في كل عام يصور طلبة المدارس أسمى صور الانتماء والولاء بمشاركتهم في مهرجان البحرين أولاً، الذي يعد نموذجاً مصغراً لكل بيت بحريني متمثلاً في أبنائنا الطلبة الذين قضوا أياماً طويلة وكلهم حماس وشغف للقاء سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. في تعبير واضح وصريح عن حبهم للأب الوالد حفظه الله ورعاه، وما حضور كل هذه العائلات والطلبة إلا حباً في رؤية ابتسامته وإعلان جلالته لهم بطيب نفس وسماحة قلب الوالد عن يوم إجازة يقضوه مستمتعين بعد ساعات من الجهد الطويل وأيام من التدريب المستمر لتوصيل رسالة المحبة والسلام والفخر والاعتزاز. هذا ونشر الكاتب عبد علي الغصر مقالا في صحيفة البلاد بعنوان أمن وحماية الملاحة البحرية. نشأ التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية في عام 2019 ومقره مملكة البحرين، وهدفه حماية وتأمين الملاحة البحرية
في الممرات المائية في الوطن العربي، وتعزيز التدفق الحر للتجارة، وردع التهديدات التي تواجه السفن، ومراقبة مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، من أجل تأمين الأجواء الآمنة لضمان حرية الملاحة البحرية ومصالح البلدان المشتركة في التحالف. ويعتبر انضمام مملكة البحرين لهذا التحالف بجانب واشنطن وبعض الدول الخليجية والعربية والغربية ودول أخرى من أجل مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية وتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي والاستمرار تدفق إمداداتها للاقتصاد العالمي والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين. خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، نطالع من صحيفة الأيام أن الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قال إن العلم وإتقان العمل والشعور بالانتماء إلى الأرض والبلد سنة نبوية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق حملت الوزارة على عاتقها مهمة بيان مضامين الوسطية والتعايش وقيم التسامح في ديننا الحنيف، بما يعزز القيم الأصيلة والمواطنة الصالحة والأخلاق الفاضلة. هذا وذكر الصحيفة الأيام أن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري قال إن الوزارة قامت بالترخيص ل 913 برنامجا تدريبيا منذ بداية العام الجاري. كما بين الصحيفة الأيام أن أحمد عطية رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية صرح أن الجمعية أتمت جميع الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي السنوي الثاني لتنمية الموارد البشرية الذي سيقام في يومي الأحد والاثنين 17 و18 من شهر نوفمبر الجاري، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب في مجال الابتكار ومهارات المستقبل. وإلى فن الكاريكاتير. وبفن الكاريكاتير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.